مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة تحوال الطقس، اطلع عليكم من قناتكم الوطنية تيفي. إذا نبداو نشرتنا الجوية بالصورة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم، نروحو بكم لإسطنبول، تركيا. إذا الوضعية الجوية على تركيا، إذا تولوج أمطار، أمطار غازية. هاد الوضعية الجوية عرقلت نوعا ما عمليات الإنقاذ. إذا بالنسبة للوضعية المرتقبة مع فجر السبت إن شاء الله. استقرار جوي راح يكون في الموعد على أغلبية الولايات. أمطار، رمضان تستمر على منطقة الثورة على تندوف أجواء غائمة بوسط الصحراء بالنسبة لدرجة الحرارة مع الفجر إن شاء الله تبقى درجة حرارة منخفضة البرودة تبقى في الموعد كتلة هواء باردة كذلك تبقى في الموعد على أغلبية الولايات نسجلوا ناقص درجتين تحت الصفر على البيض مشرية ونعامة ناقص أربع درجات تحت الصفر على الجلفة الغواط تيارت خمس درجات على منطقة الثورة تم درجات على تندوف إذا نحن نشوفوا الوضعية المرتقبة بعد ظهيرة سبت ان شاء الله استقرار جوي راح يكون في الموعد على اغلبيه الولايات سحب كثيفه اجواء غائمه دون فعاليه الولايات الداخليه ولايه الهضاب العليا امطار ان شاء الله راح تستمر على تندوف زوابع رمليه تبقى نشطه بوسط الصحراء على اضرار اقصى الجنوب اذا درجه الحراره باذن الله بعد ظهيره السبت تبقى درجة حرارة منخفضة بعد الظهيرة نسجل 14 درجة على الجزائر العاصمة وضواحيها نفس المقياس على الولايات الشرقية ترتفع مقياس درجتين على وهر المستغان المستعيد سيدي بلعباس نفس المقياس على شلف تنخفض مقياس الدرجات على تلمسان منطقة الغزوات ارتفاع ايضا راح يكون محسوس في درجات الحراره مقارنه بالايام الفايته على اضرار واقصى الجنوب تراوح درجات الحراره من 24 تحقق حتى 23 درجه مئويه اذا للملاحه والصيد البحري البحر على العموم راح يبقى مضطرب هايج على سواحل العوانه تنسدل حتى المرسى بالمهيدي قليل اضطراب على السواحل الشرقيه مع اتجاهات كما لاحظوا الرياح مختلفه من شماليه شرقيه الى شماليه الغربية مشاهدينا لهنا خدنا ختام موعد نشاطكم الجوية اللي نهار الغد السبت نختموها بشروق وغروب الشمس لمزيد من المعلومات مالكم تزوروا مواقع الوطنية تيفي في في الخدمة بقاو على خير تهلاو